طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. منذ تشكيله في 7 إبريل 2022 واجه مجلس القيادة الرئاسي هجمة إعلامية شرسة من قبل وسائل الإعلام التابعة لحزب الإصلاح، وما تزال تلك الوسائل على ذات الوتيرة من التصعيد الإعلامي. لذلك نسأل، ما هي الأسباب والأهداف؟ ولماذا يخشى الإخوان أي تقارب شمالي جنوبي أو حتى توافق حول قضايا وأهداف ومصائر مشتركة؟ بعد هذا التقرير نبدأ النقاش. ما أن أعلن الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي حتى انطلقت وسائل الإعلام التابعة لحزب الإصلاح بخطاب تصعيد ضد المجلس، وعملت على أكثر من محور وصعيد بهدف التقليل من أهمية تشكله، من ذلك العزف على وتر الخلافات بين أعضائه. نشرت أخبارا صحفية وعدت برامج تلفزيونية عن ما زعمت أنه خلاف حاد بين رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إدروس الزبيدي ورئيس المكتب السياسي للمقاومة التهامية طارق صالح، كما زعمت أن هناك خلافات أخرى بين رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي والزبيدي، واستدلت بذلك على الزيارات الانفرادية للعليمي إلى كل من الكويت مطلع يونيو ومشاركته في القمة الخليجية الأمريكية نهاية ذات الشهر. ولم تكتفي تلك الوسائل ببث الشائعات، بل أنها حاولت تأليب المجتمع في الجنوب ضد قياداته، وكثفت من أحاديثها عن خيانة تلك القيادات للقضية الجنوبية مقابل مناصب قيادية في الدولة. وقالت تلك الوسائل إن الزبيدي خذل شعب الجنوب حينما نابى رشاد العليمي في استقبال وفد البنك الدولي في عدن ويظهر خلفه علم اليمن، وقد انتشرت تلك الصورة على نطاق واسع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي. ومع أن الشعب في الجنوب أفشل تلك المحاولات بكثير من الوعي والإدراك لأبعاد ذلك التوجه، إلى أن الخطاب الإعلامي التحريضي كشف بشكل واضح وصريح رغبة الإخوان الدائمة لضرب جهود الإصلاحات العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية في إطار الشرعية اليمنية، كما يبين للشعب اليمني شمالا وجنوبا من المستفيد من استمرار الحروب والأزمات. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مجددا. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفي لهذه الحلقة. معنا الأستاذ سليم النجار، صحفي وكاتب سياسي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أهلاً سليم. ومن القاهرة معي الأستاذ عبد الستار الشميري، صحفي وكاتب سياسي أيضا. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الستار. أهلا وسهلا بك وضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. أهلا بك. كما سيكون معنا في المحور الثاني الأستاذ يعقوب السفياني، أيضا صحفي وكاتب سياسي. اسمح لي أستاذ سليم أن أبدأ من القاهرة بالأستاذ عبد الستار. أستاذ عبد الستار الشميري، كما تابعت التقرير، نحن نتحدث اليوم على هذه الهجمة الشرسة من قبل إعلام حزب الإصلاح لمجلس القيادة الرئاسي منذ التأسيس، وبالتالي نسأل، كيف تتابع هذه الحملة؟ بعد التحية لك وضيفك العزيز والمشاهدين الكرام، أستطيع أولا أن أضع خطوط عريضة لفهم هذه الحملة وأيضا للتكهن بها ومداها وموقف حزب الإصلاح بشكل عام المجلس الرئاسي، حتى تكون الأمور في تقدير واضح. نعم. ولا نأخذ الأمور ربما بتقديرات قد تكون ليست قريبة من الواقع. أولا، حزب الإصلاح بوجه عام يملك في المجلس الرئاسي إما علاقة أو انتماء أكثر من النصف. فالمجلس الرئاسي لديه علاقة ممتازة في معظم الأعضاء باستثناء عضوين ونصف عضو ربما نقول، لكن هو يملك حصة كبيرة في هذا المجلس. عمل عادي وعمل محسن قبل أن يرحل على تأسيس هؤلاء الأعضاء. فبالنهاية هذا أولا. ثانيا، هذه الحملة هي من انتهازية الإصلاح، بأنه صحيح أن لديهم نصيب الأسد في هذا المجلس، إلا أنهم يحاولون ابتزاز الأعضاء الذين يرون أنهم ليسوا على طريقتهم، وابتزاز أيضا الأعضاء الذين هم معهم لكي يكونوا أكثر نشاطا. هذه خطوة أو خط عريض ثاني. ثالثا،
الإصلاح أو الإخوان المسلمين وهو الاسم الطبيعي لا نعم يعملون مع المجلس الرئاسي ككتلة واحدة، بمعنى أن هناك كتلة صلبة تعمل وتتابع المجلس الرئاسي وتشتغل معه، وهناك كتلة أخرى تضرب المجلس الرئاسي إعلاميا وسياسيا. دأب الإصلاح على تقسيم جسده، أو دأب الإخوان المسلمين على تقسيم جسدهم السياسي والتنظيمي والعسكري إلى عدة نعم كتل، وبهذه الكتل ومن منطلق البرجماتية والانتهازية يستطيعون المناورة عندما يضرب أحد الأعضاء سياسيا أو إعلاميا، يأتي الجناح الثاني ليقيم علاقة ويقول هؤلاء يعني خارجين شوية عن الصف وهؤلاء صوت نشاز. أها ولكن في الحقيقة هذه هي طريقة الإصلاح في التعاطي الإعلامي والسياسي مع كل قضايا اليمن منذ 30 سنة، وليست من هذه اللحظة. مع القضايا السياسية يتعاملون بهذا المنظور، ولذلك حتى يكون الموضوع كما هو، هذه الدعاية، هذا التعاطي، هذا الهجوم من بعض أجنحة الإصلاح أو من جناح أو بعض وسائل إعلامية إصلاحية هي للضغط على الأعضاء وتخويفهم لمزيد من إعطاء التنازلات وخدمة الحزب ونشاطه، مثل ما تقوم الآن نعم معظم الحكومة التي هي ما زالت بيد الإصلاح، علما أن هؤلاء الأعضاء مجلس الرئاسة حتى هذه اللحظة لا زالوا يقدمون ترضيات لجماعة الإخوان، ولا زال نهجهم حتى الآن ليس واضحا أنه بعيدا عما كان عليه هادي ومحسن. ونحن رغم ثقتنا بهذا المجلس، رغم أننا نتفائل، رغم أنه الفرصة الأخيرة، نطالبهم بأنه يكون لهم موقف جاد من القضايا التي يفتعلها حزب الإصلاح، سواء على المستوى العسكري ومناوشة الجنوب، سواء فساد في تعز، سواء الانتهازية وعدم توريد الأموال في مارب، حتى يثبتوا أنهم قيادة جديدة وألا يرضخوا لكل هذه الضغوط وكل هذه الانتهازية وكل هذا التخويف وكل أها هذا التهويل الذي يصنعه الحزب وأجهزته السياسية والإعلامية. أستاذ عبد الستار، ذكرت أنهم مسيطرين على 7 أعضاء، قلت لم يبقى خارج لا، إطار ليس سبعة، قلت نصف الأعضاء، نصف الأعضاء نصف قلت الأعضاء زيادة. 8. طيب ماذا عن الرئيس؟ نعم، ماذا عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي؟ كيف وضعه؟ الرئيس لا يخالف رأيا لحزب الإصلاح، علاقته فيها توثقت منذ كذا، لا يعني يحاول أن يسترضيهم، أن يقدم كل الأضحيات والترضيات والتعيينات لصالحهم، رغم أنه رجل رشيد ولديه حكمة وتربطنا به علاقة فوق ممتازة، لكن من باب الموضوعية هو بالنهاية على علاقة ليست ممتازة إنما فوق ممتازة مع قياداتهم الكبرى نعم والعليا، سواء قيادة الإخوان أو قيادة الإصلاح، وهو ما يقولونه لا ينفك أن ينفذه بشكل أو بآخر، ويحاول أيضا أن يسترضي الآخرين كيف ولكن تفسر بصورة أستاذ عبد أقل، الستار وهذا ثقل عليه. إن كانت هذه علاقتهم برشاد الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة، كيف تفسر هجومهم على هذا الرجل وصل لحد أنهم يصفوه بالدمية التابعة للسعودية؟ نعم، ستجد هذا بالانتهازية، أحد أجنحة الإصلاح لا بد أن يهاجم رشاد العليمي ويهاجم حتى العليمي ممكن والبحسني، حتى يكونون أكثر هذا السلاح التخويف، حتى يكونون يبقوا في هذا المربع، مربع التنفيذ. هذا الجناح ليس كل أجنحة الإصلاح، هذا الجناح موكل له هذا النشاط، له يعني ترسانة إعلامية وموكل له هذا النشاط، حتى يظل رشاد طوع أمرهم ويرى أنه إذا لم ينفذ هناك من سيسلخه وهناك جناه، ويفسر هذا لرشاد وغير رشاد. طبعا هذا ليس مع رشاد العليمي فقط، حتى نعم مع بعض أحيانا أعضائهم وكذا. هذا السلوك الانتهازي، هذا السلوك التكتيكي هو قديم للإخوان، عمل الشيء وقول ضده، فكي يظل ضعيف رشاد ولكي يكون مطواعا أكثر لابد أن يظهروا أن لدينا
جناح ممكن أن يشتغل ضدك إذا خرجت عن المسار الذي نريده. لكن على أي حال تقييم المجلس عما كان عليه هادي ومحسن، طبعا هناك تحسن. هادي ومحسن كانوا يعني عبارة عن أداة لمكتب التنظيم الدولي بطريقة أو بأخرى، لكن الآن المجلس أقل شيء فيه شيء من التوازن. حتى رشاد عندما يريد أن يسترضي أو يصدر قرارا للإخوان، يعني هو ليس من الإخوان بس علاقته تطورت في السنوات الأخيرة بحيث أصبحت علاقة تلازمية. عندما يريد أن ينفذ لهم لا يستطيع أن ينفذ لهم إلى ما لا نهاية، لأن هناك أعضاء آخرين سيرفضون. وما زلنا نطمح أنه يعني قيادته وخبرته تقوده إلى فهم طبيعة عمل الإخوان، ولا نطلب منه أن يعاديهم إلى ما لا نهاية، ولكن ألا يمكنهم. حتى هذه اللحظة البنك المركزي ممكن من الإخوان، الدولة ووزرائها ممكنين من الإخوان. نعم. معظم القرارات حتى الأخيرة في محيط رئيس مجلس الرئاسي كانت على طريق الإخوان. صحيح. لا تزال الأمور كما هي. ومع ذلك ما تزال وسائل ليس هناك تفاؤل. تهاجم في الليل والنهار مجلس القيادة الرئاسية وتهاجم رشاد العليم. لمزيد من المكاسب ومزيد من الضغط. سأعود لك أستاذ ستار. ومزيد من الضغط. نعم. سأعود لك، دعني فقط أشرك معنا الأستاذ سليم الجير. كما تعب التقرير وضيفي نتحدث اليوم عن هذه الهجمة الشرسة من قبل وسائل حزب الإصلاح عن على مجلس القيادة الرئاسية. تابع ضيفي ذكر عدد من الأسباب. هل لديك من إضافة حول الأسباب؟ أكيد. تحياتي إلى كل المشاهدين ولضيفك من القاهرة. المجلس الرئاسي لازم ننتبه لقضية مهمة. المجلس الرئاسي بيواجه إشكاليتين. إشكالية محلية اللي هي إشكالية منية، إن هناك مجموعة من التناقضات جمعت هؤلاء الثلاث تشكيلات، التشكيل الإخوان الإصلاح وجماعة عبد الله صالح والمجلس الجنوبي. والثلاثة ما بيجمعهم أي برنامج سياسي، وبيجمعهم الخلاف الحاد أو الصراع الحاد مع الحوثيين. هاي نقطة مهمة جدا. هذا بالشق اليمني. بالشق الخارجي الإخوان المسلمين هذا ديدنهم زي ما تفضل ضيفك من القاهرة، هذا سلوكهم، هاي أيديولوجيتهم. أطر تعمل مع الجهاز الرسمي وأطر بالدعم هذا الجهاز الرسمي قبل ما تفضل في الهجوم والمزيد من التبعية. لكن في نقطة مهمة جدا، لعبة الإصلاح بتتناغم مع اللعبة الإيرانية ومتعلقة بالملف النووي، بمعنى أنه الإيرانيين الإخوان المسلمين عبارة عن طوابق، يعني طابق للأمريكان، طابق لأي دولة عربية، طابق للإيراني. واضح أن الطابق الإيراني هو الطابق المهيمن. هذا الطابق حرك الإخوان حتى يشكلوا ورقة ضغط على الأمريكان بالمفاوضات مع على الملف النووي. هذا شق كثير مهم لازم ننتبه له. وبالمناسبة الإخوان ما عنده مشكلة بهذه القضية، يعني هم تحت الطلب ما دام هذا الطلب بعزز مواقفهم داخل اليمن. وعليك تلاحظ انه الخلاف، حدة الخلاف بين الاخوان والحوثيين بشكل او باخر بلش في نوع من التهدئة، هذا الغير معلن طبعا بإعاز من ملالي ايران. وبالتالي المشكله بتتصور انها مشكله كبيره ومعقده، هي ما لها علاقه فقط بس بالشان المحلي، هي مرتبطه كمان بالاقليم ومرتبطه في العالم العربي. يعني هو ملف متشعب، الاخوان بحاولوا قدر الامكان، الاخوان المسلمين في اليمن عبر يافطه حزب الاصلاح، انه يستفيدوا من هذه التناقضات والبوصله تبعتهم، قديش هم بعززوا وجودهم على بالشارع بغض النظر عن اي موقف مبدئي، ما له علاقه بالمواقف المبدئيه، علاقه مصالح سياسيه انتهازيه وقتيه كمان. يعني مش استراتيجي وقتي، هم بهمهم في نهاية حديثي إن هم يبقوا مهيمنين على المشهد السياسي في اليمن. طيب إن كان في اليمن أو في أي دولة، أي دولة أخرى، يعني لماذا يخشى الإخوان دائما التوافقات الوطنية حول مشاريع وطنية؟ هم ما عنده أولا في ثلاث نقاط. أولا هم ما عندهم مشروع وطني، هم ما بيعترفوا في شيء اسمه دولة، يعني ما بيعترفوا بشيء اسمه دولة وطنية. اثنين هم زي مثل الفطريات، ما بنمو إلا على الفطر، كيف بنمو؟ العفو، بنمو بين قوسين على الأشياء القذرة. هم ما بتواجدوا وما بنمو ما بقوا إلا بحالتين، حالة الفقر المدقع وحالة التناقضات السياسية، وهم بالعكس بيشاركوا وبعززوا التناقضات السياسية. السبب الثالث وهذا المهم جدا، وين برنامجهم السياسي الاقتصادي؟ وين برنامجهم؟ ما عندهم برنامج، هم عندهم مجموعة من الاتهامات وهذا بعتبروه برنامج سياسي. يعني اللي بيختلف معهم مباشرة بتم تكفيره بتم تخوينه ومفرداتهم معروفة. هاي الثلاث نقاط اللي بنطلقوا منها حركة ما يسمى بحركة الإخوان المسلمين عبر يافطاتهم المتعددة. هل ترى أنهم يستطيعون اليوم النيل من مجلس القيادة الرئاسي ويطوعونه كما
تحدث الأستاذ عبد الستار الشميري أنهم يعني يفرضون عليه خط معين هم من يسيطرون على هذا المجلس. ما احترام ضيفنا الكريم أستاذ عبد الستار من القاهرة، هذا مرتبط في الأجندة الإقليمية مش مرتبط في الأجندة المحلية، هذا مرتبط في الأجندة. إذا هلأ في مفاوضات بين المملكة العربية السعودية وإيران، إذا توصلوا لأي توافق راح يخف تواجدهم في مش بس في المجلس الرئاسي، راح يخف تواجدهم على الجغرافيا اليمنية كلياتهم. إذا ما صار في توافقات لا راح يزداد حد تزداد تواجدهم وحدة سلوكهم ضد اللي بيختلف معهم وضد اللي بيشاركين معهم وضد اللي بيروجوا إنه هذول شركائهم في الوطن. إذا هم كانوا أصلا بيعترفوا في وطن. إذا أنت لا تفهم سلوكهم هذا بمعزل عن التوجهات الإقليمية. لا أكيد مرتبط في الإقليم مش يعني مرتبط بالإقليم بشكل كبير أكثر ما هو مرتبط في الشأن المحلي. مع أنه اليوم في حرب إقليمية ودولية على جماعة الإخوان المسلمين. يعني حتى الدول التي كانت متمسكة فيهم كتركيا بدأت تتخلى عنهم. لا لا لا. في توضيح منيح للسالفة. لا 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 في توضيح. أنا قبل شوي قلت لك الإخوان المسلمين طوابق. الطابق اللي ما بتفق مع الإخوان المسلمين في أنقرة بيروحوهم. الطابق اللي بيتفق معهم لا بخليهم. وأكبر دليل على صحة كلامي القواعد اللي بتبنيها تركيا في الصومال، القواعد البحرية والجوية عبر بوابة الإخوان، لأنه مسكين الحكم في الصومال ومعملية الإخوان. فبتلا لا الأتراك عزلوا أو رحلوا الناس اللي ما بيتفقوا معهم سياسيا. صحيح. وهي بالأخير تبقى يعني جماعة وظيفية. هي بالأساس جماعة وظيفية. من التأسيس. من أيام أسسته بريطانيا هم جماعة وظيفية. صحيح. اسمع لي أستاذ سليم، أنا أعود للقاهرة للأستاذ عبد الستار الشميري. أستاذ عبد الستار، إذا ما تحدثنا عن الأضرار الآثار أو التداعيات، يعني إلى أي مدى تؤثر مثل هذه الهجمات إن كان على الدكتور رشاد العليمي أو على رئيس مجلس الانتقالي الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي أو طارق صالح أو غيرهم من أعضاء المجلس، إلى أي مدى تؤثر هذه الحملات الإعلامية على المجلس نفسه وعلى المسار العسكري والسياسي؟ طبعا لا شك أنها تؤثر، لكن الأدهى من ذلك أن هذه الحملات الإعلامية يرافقها بعض الأعمال والتخريبية داخل جهاز الدولة. نعم. مشكلة فيروس الإخوان في الشرعية أنها تقوم بأعمال داخلية في الحكومة، فساد ملفات النفط، ملفات أخرى، تعيينات صغيرة، عبث، تداخلات إدارية، امتناع مارب عن التوريد البنك المركزي، ثم يأتي هذا الغطاء الإعلامي وهذا الهجوم حتى لا يذهب المجلس الرئاسي إلى وقف هذا المديد، حتى لا يقوم رشاد والمجلس الرئاسي بإجبار العرادة على التوريد البنك المركزي، لابد من إضعاف رشاد وإضعاف الآخرين والهجوم على المجلس حتى لا يقومون بتغييرات جذرية في ملف الفساد في الحكومة ويبقى معين ضعيف كما هو الحال. لابد من تنشيط أو ما مبدأ الهجوم يعني خير من الدفاع، يعني يبدأ بالهجوم خير من الدافع، حتى لا يضعون في مربعاتهم الحقيقية مربعات الفساد. وينبغي إصلاح الحكومة وإصلاح الاختلالات العسكرية والقيادة العسكرية في مارب وتعز لا تزال من اللصوص والمدرسين، حتى لا يذهب المجلس إلى هذه القضايا الجوهرية التي ينتظرها منه الشارع والتي وعد بها وحتى الآن لم ينفذها. لابد أن يظل المجلس في حالة تخوف ودفاع من هذه الهجوم. هذه السياسة الإخوانية عطلت المجلس الرئاسي حتى الآن. الآن نحن نتحدث عن قرابة 4 أشهر لم ينجز المجلس حتى مبدأ، يعني وإن كان قائم على التوافقية، والتوافقية مبدأ أحد مبادئ الديمقراطية وهو أضعف المبادئ في الديمقراطية، لكنه أحيانا قرار الضرورة. مبدأ التوافق في الإدارة والحكم الثمانية اقتضته الضرورة التي اقتضت تقسيم تركة الرجل المريض هادي والرجل المتربص محسن، وآلت الأمور إلى هذا الشكل الذي ارتضاه الإقليم وارتضاه الداخل. لكن هذا الشكل حتى الآن الثمانية وهو من أكبر المجالس الرئاسية ربما في التاريخ اليمني حتى الآن مكبل. مكبل بماذا؟ مكبل بأن الحكومة لا تنفذ أولوياته، مكبل أن قراراته لا تمضي حتى الآن إلى الواقع، مكبل بأن الإخوان لا زالوا عملهم موجود مشدود في الواقع الإداري، مكبل بأن العمليات الإرهابية في الجنوب لا تزال تخطط من أصحاب محسن والقاعدة جزء منها مع الإخوان ومع الحوثي أيضا. إذن كل هذه المعطيات تحتاج أن الإصلاح يظل في مربع الهجوم على المجلس بشكل عام، وإن كان هو يملك نصفه على أقل تقدير إن لم يكن يعني نصفه بزيادة نصف عضو أيضا. كل هذا هو التكتيك الإخواني. هناك مطبخ إخواني يعني استفاد خبرة
في عملية المناورة والمكايدة وكسب المكاسب، شعروا أن هذا الجزء من الجغرافيا في الجنوب وتعز ومارب أصبح بمعيتهم، كما شعر الحوثيين أن الجغرافيا في شمال الشمال أصبح بمعيتهم. صحيح. أي أخذ منهم من مكاسب الجغرافيا والإدارية يرونه انتقاص من مشروعهم الذي يطمحون. لا زالوا يحافظون حتى على كل الألوية التي أيام هادي ومحسن، حتى الآن لم يصدر قرارا عسكريا واحدا بتغيير قائد لواء. وهذا سؤال موجه للمجلس الرئاسي، هذا المجلس الرئاسي بمبدأ التوافقية سيقودنا إلى دولة تخفف من تواجد الجماعات الدينية ويعطى حزب الإصلاح بحجمه لكن ليس بها، أم أن مجلس الرئاسة سوف يتخوف من هذا الهجوم الكاسح الإعلامي ومن الأعمال الداخلية التي تفتك أيضا بالموظفين الجيدين، يتم عزل لهم. الآن هناك تجريب في الكهرباء، تجريب في الضرائب، كان هناك تغييرات، هناك استقلاب إلى مؤسسة الرئاسة الآن من بعض القيادات الدنيا. هناك سفراء عينوا في الفترة الماضية في دول مهمة جدا ليس لهم علاقة بالسفارات. هذه الأمور كلها تحتاج إلى تغيير، إلى إعادة نظر، إلى جدول أعمال وأولويات لم نرى منها شيء للمجلس الرئاسي حتى الآن، لكننا لا نزال نتفائل بذلك وأنه سوف يخرج من هذه العباءة الإخوانية. صحيح. بطريقة أو بأخرى. هل يستطيع المجلس تجاوز محنة الإخوان اليوم؟ هذا يعود إلى الأعضاء الذين يمكن يراهن عليهم، على رئيس المجلس الرئاسي أولا وعلى بقية الأعضاء غير المنتمين للإخوان المسلمين، أن هناك أعضاء منتمين للإصلاح بشكل أو بآخر. إذا صمموا على إقامة خطوط عريضة لدولة، سواء بإخوان، بإصلاح، بانتقالي، بغيره، خطوط عريضة لتأسيس دولة ومقومات دولة وجيش دولة ليس فيه حزب، فأكيد ولو تدريجيا، وهذا لا يمكن، إذا صمموا على إنهاء الفساد الحاصل في الحكومة وتشذيبها من الإخوان ممكن، ولكن إذا استسلموا للأمر الواقع ورضوا بالممكن السهل ولم يذهبوا، لأن الإدارة هي قرار وشجاعة، إذا مضوا بقرارات شجاعة وبخيارات وطرحوا أمام الناس وأمام الشعب، هذا مارب لا تورد المال، لماذا لا يورد المال؟ هذه المعسكرات ينبغي تغييرها بقيادة، هذه لجنة عسكرية شكلت لا تعمل لأن الإخوان يمنعون عملها، إذا واجهوا الشعب، الشعب معهم، إذا رضوا أنهم يسكتون ويبضون أمورهم بالحاصل كما يقال باللغة اليمنية، فسيلفظهم الشعب وسيكونون في مرمى المواجهة مع الشعب، لأن المجلس الرئاسي هو الفرصة الأخيرة لنا جميعا. صحيح أستاذ عبد السلام، كما ذكرت أنت في حديثك خير وسيلة للدفاع الهجوم، هم يهاجمون اليوم المجلس لكي يضمنوا مصالحهم ولكي أيضا يضمنوا عدم إزاحتهم من المشهد، وبالتالي المسؤولية كبيرة أمام المجلس، رئيس المجلس والأعضاء. في الختام أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الستار شميري، صحفي وكاتب سياسي، كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا. كتعليق أخير قبل أن تفصل الأستاذ سليم. حقيقة تشكيلة المجلس الرئاسي ما بتسمح على أنه هنا يتواجد هناك حلول، التشكيلة الموجودة حاليا هيمنة الإخوان، الإخوان لهم رؤى، ما بنحكيش برنامج، لهم رؤى هي جوهرة الهيمنة والحكم على جزء من اليمن، وبالتالي لا يوجد حل أمام المجلس الرئاسي تقديري أنا إلا المواجهة مع الإخوان، لأنه إذا ما واجهوا الإخوان نفسهم سينقضوا على المجلس الرئاسي ويعلنوا دولتهم، هذا واضح. ما هناك اثنان من الأعضاء في مجلس الرئاسة هم إخوان، العرادة محافظة مارب والعلمي كان مدير مكتب رئيس الجمهورية، يعني كيف يمكن التعامل أقصد مع هذا الواقع اليوم؟ أنا تقديري في إشكالية كبيرة في تشكيلة المجلس، إنه قبل شوي حكيت لك إنه الرؤى مختلفة، يعني مجلس الإخوان لهم رأي بتناقض مع جماعة عبد الله صالح، بتناقض مع الجنوبيين، يعني الإخوان ما بدهم اليمن، بدهم اليمن موحد حسب رؤيتهم. جماعة على عبد الله صالح لسه عندهم أوهام إنهم هم يحكموا اليمن. المجلس الجنوبي هون هاي الإشكالية كبيرة، هل هو حقيقة مقتنع بتشكيل دولة يمنية في اليمن الجنوبي، دولة علمانية؟ هل حقيقة هو مقتنع بذلك؟ السلوك اللي عم نشوفه سياسيا بجعلنا نتساءل، هل هم أمام سؤال تاريخي إنه التحالف مع الإخوان راح يدفعوا ثمنه آجلا أم عاجلا؟ هل ترى أنه من الخطأ الذي وقع فيه المجلس انتقال الجنوبي أن تحالف مع الإخوان؟ بالتأكيد، ومع جماعة على عبد الله صالح،
لان جماعه علي عبد الله صالح ما غادروا الحلم انهم يرجعوا يوحدوا اليمن حسب طريقتهم. وكلنا بنذكر المعارك اللي صارت بين باليمن واللي سموها وحده، وهي مش وحده، هي يعني هم نفسهم كانوا يعلنوا في 94 ايوه هم كانوا نفسهم بسلوكهم وتصريحاتهم على انهم هم احتلوا الجنوب ومش وحدوا. هذه تصريحاته اللي بيرجع لورا شوي وبيشوف تصريحاته وتصريحات الرئيس الراحل كيف كان يتعامل مع اليمن الجنوبي. فبالتالي صحيح، لكن حتى الجنوبيين اليوم يتحدثون انه هذا التحالف هو تحالف مرحلي للقضاء لتحقيق هدف معين، وهو يعني انت بتعتقد اخي جمال انه الاخوان المسلمين راح ينتظروا الجنوبيين كيف بفكروا؟ يعني الجنوبيين هاي رؤيتهم هاي تفكيرهم، لكن الاخوان كمان لهم برامجهم ورؤيتهم وبيشتغلوا على الارض. يعني هم عارفين الجنوبيين ايش بفكروا، يعني هم مش غايبين طوشه، يعني بتعبير المحل يعني مش غايبين طوشه، شايفين كيف بفكروا الجنوبيين، وبالتالي هم القدره الماليه عندهم اكثر، القدره التنظيميه عندهم اكثر، التحالفات الدوليه رغم كل ما يقال ويشاع انه الاخوان في حاله اضمحلال، وهذا الحكي مش صحيح ومش دقيق، هو في حاله اضمحلال لاجزاء منهم لجزء منهم، لكن الجزء الاكبر. وكيف تتوقع موقف التحالف العربي بحكم انهم رعاه لهذه المبادرات كلها في حال ظهرت للسطح بشكل كبير بشكل واضح هذه النوايا الاخوانيه تجاه الجنوب؟ يعني الدول تتفاوت موقفها، الموقف المصري واضح. اقصد يعني الخليجي السعودي ما بتقدرش تعزل الموقف المصري بالمناسبه. الموقف السعودي واضح في داخل الجغرافيا السعوديه، لكنه هو ما بده يدخل بشكل صدام مباشر مثل ما تفضل ضيفك من القاهرة مع الإخوان. موقف الإمارات واضح أنه الصدام مع الإخوان أينما كان، يعني سواء في اليمن أو في أي جزء في العالم العربي حتى خارج العالم العربي. الشائعة اللي بتروجها بعض، وهي المفارقة، بعض طوابق بعض طيارات الإخوان أنه هم بتعرضوا لهجوم من أوروبا، أنا بعتقد لا، بالعكس الاوروبيين صحيح. بالمعلن الاوروبيين انهم ضد، لكن تحت الطاولات هم بدعموا بشكل كبير. سأسألكم هذه نقطة مهمة جدا فيما يخص انه يعني علاقة الجنوبيين اليوم بالاطراف المحلية اليمنية وعلاقتهم ايضا بدول التحالف مع الضيف يعقوب السفياني، لكن بعد الفاصل اسمح لي استاذ سليم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل باقي فقرات هذه الحلقة. من الطبيعي أن يهاجم إخوان اليمن المجلس الرئاسي الجديد بعد أن فقدوا جميع صلاحياتهم بعد رحيل علي محسن الأحمر وبقايا نظام السابق المتعلق بحزب الإصلاح. فبتشكيل المجلس الرئاسي اختلت توازنهم وأماكن تواجدهم في المحافظات، خصوصا المحافظات الجنوبية الغنية في النفط، فلذلك نجدهم يتحققون ويجدون الأعذار ويلتمسون التهم لهذا المجلس لكي يبينوه في مظهر الضعيف. يحاول حزب الإخوان مهاجمة القيادة الرئاسية، لأنه عندما كان عبد الرب منصور رئيس كانوا هم لهم مصالحهم ولهم النفوذ في ذلك، لكن عندما تغير مجلس القيادة الرئاسية يعني زي ما تقول تعكر عليهم الموضوع وفقدوا مصالحهم. إعلام الإخوان يهاجم مجلس القيادة الرئاسي، والسبب أنه بعد مشاورات الرياض تم تشكيل مجلس القيادة، وبالتالي خسر كثير من قيادة الإخوان المسلمين مناصبهم القيادية، لذلك عمدوا على التشويه بمجلس القيادة وإظهاره على أنه فاشل ولا يستطيع إدارة الدولة. نعم أستاذ سليم، اسمح لي أيضا أن نبدأ بعدم بالأستاذ يعقوب السفياني. أستاذ يعقوب، كما تابعت هذا الاستطلاع، سألنا الشارع لماذا يهاجم إعلام حزب الإصلاح الإخواني مجلس القيادة الرئاسي، وكنا قد تحدثنا أيضا في المحور الأول من هذه الحلقة وكان معنا الأستاذ عبد الستار الشميري عن الأسباب والدوافع والخلفيات وما إلى ذلك، وبالتالي أطرح عليك نفس السؤال، لماذا يخشى أو لماذا يهاجم إعلام الإخوان مجلس القيادة الرئاسي اليوم؟ في الحقيقة الخطاب الإعلامي لحزب الإصلاح كان على شقين. أولا الخطاب الرسمي للوسائل الإعلام الرسمية للحزب أظهرت موقفا داعما للمجلس الرئاسي كما يبدو، ودعت إلى التوافق وإلى التوائم وإلى العمل وما إلى ذلك من الشعارات البراقة والرنانة، وهذا الموقف أو الخطاب الإعلامي بطبيعة الحال لا يعبر عن الموقف الحقيقي لحزب الإصلاح، يعني فرع التنظيم العالمي للإخوان في اليمن. نعم. والشق الثاني من هذا الخطاب هو الخطاب الذي تبنته القنوات والصحف والمواقع التي يدعمها حزب الإصلاح،
ولكنه يدعي في أحيان كثيرة أنها لا تتبعه. هذا الخطاب الإعلامي منذ الوهلة الأولى لتشكيل وإعلان المجلس الرئاسي تبنى موقفا عدائيا، موقفا مشككا بالمجلس الرئاسي، هاجم هذا الخطاب المجلس الرئاسي، هاجم رئيس مجلس القيادة وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي. بالطبع الكل يعلم أن المجلس الرئاسي شكل ضربة قاضية وضربة مؤلمة لنفوذ الإصلاح على القيادة الشرعية اليمنية. لقد أزاح هذا المجلس النفوذ الذي كان يتمتع به الإصلاح على القيادة الشرعية اليمنية، وهذا بطبيعة الحال سيدفع الحزب إلى مهاجمة مجلس القيادة الرئاسي والتشكيك بمجلس القيادة الرئاسي، لأن المجلس القيادة الرئاسي كما أسلفت أزاح نفوذا كبيرا من النفوذ الذي كان حزب الإصلاح يتمتع به على القيادة الشرعية السابقة. وخلال إدارة الحزب لهذه القيادة السابقة فشل في كل المعارك ضد الحوثيين وفشل على كافة المستويات. الآن هو يحاول التعويض بعد أن فقد كل هذا النفوذ، وبالطبع هو لا يجرؤ علانية، يعني حزب الإخوان أو حزب الإصلاح ووسائل الإعلام التابعة لا تجرؤ علانية على تبني موقف معادي واضح من المجلس الرئاسي، ولكن هي تقوم بذلك عبر قنواتها الإعلامية وعبر وسائلها الإعلامية التي تدعي أنها لا تتبعها، ولكن هي تدار من قبل أعضاء في هذا الحزب وتمول من قبل الحزب ومن قبل بعض عواصم دول الإقليم. صحيح أستاذ يعقوب، يعني أيضا كيف تفسر هذا التخبط في هذا الخطاب الإعلامي؟ يعني تارة تأتي شائعات من قبيل أن هناك خلافات بين الرئيس مجلس انتقالي عدل الزبيدي وطارق صالح، ومرة بين الزبيدي والعليمي، ومرة يقولون أن رشاد العليمي في السعودية ولن يستطيع العودة إلى عدن وما إلى ذلك. وبالتالي كيف تقرأ هذا يعني هذا التضارب وهذا الضخ الكبير لهذه الشائعات؟ بالطبع خطاب حزب الإصلاح بشكل عام يعتمد على الاصطياد في ماء العكر. طبعا المجلس الرئاسي مكون من قيادات في السابق قبل تشكيل المجلس الرئاسي كانت متباينة وتحاربت في مرحلة ما، يعني كانت مختلفة، وهم يستغلون هذه الحقائق طبعا التي لا ينكرها أحد، مع أن المجلس الرئاسي اليوم يعمل بشكل واضح ومتوائم إلى حد كبير إلى الآن، لكنهم يحاولون الاصطياد في الماء العكر والبحث عن ثغرات يعني لإشاعة الإرباك أو لنشر الإرباك في صفوف المجلس الرئاسي. نعم. طبعا هم هاجموا هذه القيادات من قبل تشكيل المجلس الرئاسي، سواء اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي أو العميد طارق صالح رئيس أو قائد المقاومة الوطنية، وحتى الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي. صحيح. لم يستثنوا أحدا في مجلس القيادة على الدكتور عبد الله العليمي الذي ينتمي للحزب، هاجموا الجميع بلا استثناء، وهم يعتقدون أن هذا الخطاب اليوم قادر على التأثير على الشارع اليمني. طبعا الشارع اليمني اليوم لم يعد يهتم بما ينشر كثيرا في الإعلام، لا إعلام الإصلاح أو بقية الأحزاب والجهات. الشارع اليمني اليوم بعد 7 سنوات من الحرب ومن الخراب ومن الفقر ومن الدمار أصبح ينظر إلى ما يجري على أرض الواقع ويعتبره المقياس والمعيار الحقيقي لقياس الأمور. المجلس الرئاسي اليوم عليه أن يحقق لهذا الشارع ما يأمله أو على الأقل بعض ما يأمله لتحصينه من هكذا خطابات معادية، مع أننا أنا أعتقد أن هذا الخطاب لم يعد اليوم مؤثرا، وقد تعود الناس على ما ينشره إعلام الإصلاح منذ بداية الحرب. الإصلاح يهاجم الأطراف التي لا تمشي مع مشروعه أو لا تخدم مشروعه في مجلس القيادة الرئاسي أو من قبل حتى، يعني قادة التشكيلات أو قادة المكونات اليمنية الوطنية التي لا تتوافق مع أجندة وأهداف الحزب ومع أجندة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. هم بأي طريقة سيحاولون تشويه صورتهم، بأي طريقة سيحاولون إرباك مجلس القيادة الرئاسي. هذا أمر وارد وأمر معروف، يعني عندما يفقد الإصلاح نفوذه ويفقد توازنه ويشعر الآن بأن قواته العسكرية في وادي حضرموت وفي أماكن أخرى مهددة، وبالفعل رأينا بعض الخطوات التي قام بها المجلس الرئاسي مثل عزل النائب العام الذي كان مقرب من الحزب، وكذا اختراق النفوذ القوي لحزب الإصلاح في وادي حضرموت عبر تعيين مدير أمن جديد. الإصلاح يشعر بالتهديد الآن ويشعر باقتراب الاكتتاث ربما. صحيح. فهو بكل طريقة سيحاول إفشال هذا المجلس وسيحاول
كما أسلفت الاصطياد في الماء العكر واستغلال الثغرات التي قد تكون موجودة بالفعل. يعني يجب أن نعترف أن المجلس الرئاسي ليس كاملا 100%، يعني هم في خلافات وفي نوعا ما في أجندة لكل قوة من هذه أو لكل طرف من الأطراف المكونة للمجلس الرئاسي، لكن لطالما المجلس الرئاسي مستمر على النهج الذي شكل لأجله، وهو استعادة المضي في استعادة الدولة وترتيب الصف الشرعي المناهض الحوثيين وتوحيد الهدف باتجاه صحيح صنعاء. نعم المعذرة على المقاطعة، بالفعل ربما شعبيا يعني لم يعد تنطلي هذه الخطابات على الشارع، لكن على المستوى عمل المجلس وأداء المجلس ربما في نوع من 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 العراقيل التي زرعها هذا الإعلام بالشائعات. سأعود لك، لكن دعني أشرك معنا الأستاذ سليم النجار إن كان لديك من تعليق حول أنه هذا الخطاب كما ذكر الأستاذ يعقوب لم يعد ينطلي على الشعب والمجتمع، لكن ماذا عن تأثيره على المسار السياسي والعسكري؟ معلوم أنه مجلس القيادة الرئاسي تشكل لأجل هدف، وهو هدف عسكري وهدف سياسي أيضا، وبالتالي ما مدى تأثير هذه العراقيل التي زرعها الإخوان اليوم على هذا المسار؟ أولا هناك في مشكلة أنه عدم توحيد القوى العسكرية، والإخوان مصرين على بقاء هيكلهم العسكري بشكل خاص، حتى ولو مش معلن لكن بشكل حقيقي ومضمر وإلهم قواتهم الخاصة، سواء فشلوا بمواجهة الحوثيين أو قدروا يصمدوا بشكل أو بآخر أمام الحوثيين. هذا سبب. هذا بيؤدي على أنه عدم توحيد القوى العسكرية، أن الحوثيين يتمددوا أكثر في قادم الأيام حتى لا نتفاجأ. السبب الثاني أنه صمت مجلس الرئاسة على سلوكيات الإخوان أنا بعتقد بعود لثلاث أسباب. السبب الأول أنه بدهم يحافظوا على شكل تماسكهم شكل أمام الداخل والخارج. السبب الثاني أنه المجلس لحد الآن ما عم بقدم خدمات حقيقية للشعب اليمني، يعني الخدمات بمختلف أشكالها وصعودها ما في هناك. السبب الثالث وهذا لافت للانتباه أنه المجلس الرئاسي يتحسس من وجود المجلس الانتقالي الجنوبي، يعني له شعبيته وله، فبالتالي بتحسس من هذا من هاي الشعبيه، فبصمت انا برايي انه بعتقد انه السكوت عن ممارسات الاخوان هي رافعه ضد شعبيه الجنوبيين الانتقال الجنوبي. هاي التعقيدات كلياتها بتؤدي الى حاله كثير متوترة في قادم الأيام. أنا بعتقد أن الإخوان المسلمين إذا شعروا بشكل حقيقي أنه ممكن نفوذهم يضمئل أو يضمحل راح يلجأوا لأسلوبين. الأسلوب الأول أسلوب الاغتيالات، وهي سجل علي وموجودة حاليا موجودة تحت يافطات مختلفة، لكن راح يعلنوا بشكل واضح بشكل أكبر وأكثر. الشكل الثاني اللي راح يفاجئ ناس كثير أنه يسمحوا للقوى إقليمية مثل تركيا بالتواجد بشكل سياسي وممكن بشكل عسكري، يعني ما بنقدر نحذر على الإخوان المسلمين. فبالتالي الإخوان المسلمين عندهم، يعني هذا اللي لازم يكون واضح للجميع، أنه عندهم أوراق يلعبوا فيها عندهم أوراق يلعبوا فيها. أنا قبل الدقائق قليلة حكيت لك أنه في عندهم ورقة ثالثة للأوروبيين، خاصة أنه تنساش أن أوروبا حاليا في مأزق، الحرب الأمريكية الروسية عبر الوكيل الأوكراني، بالتالي بدوروا على حلفاء محليين يعززوا من تواجدهم داخل اليمن وخارج اليمن، لأنه إحنا أوروبا ثقافة استعمارية. نعم. وما تفصل، يعني هذا ما بفصل عن سياقه الخارجي. طيب أستاذ سليم، إذا ما وقفنا أمام عدد من المحطات لنقرأ يعني سلوك الأخوان ونهجهم منذ عام 90، لماذا يكره الأخوان دائما التوافقات بين الشمال والجنوب؟ عام 90 كان اليمن الشمال والجنوبي يعني في إطار توقيع على وحدة يمنية، وكانت هناك أمل عريضة للارتقاء باليمن مكافة النواحي. دخل الإخوان في 94 وكانوا سبب في اشتعال فتيل الحرب. في العام 2011 حينما توحد حتى الجنوبيون والشماليون دخل الإخوان فيما بعد ويعني أشعلوا فتيل الحرب. في عام 2015 أيضا كان هناك يعني قاعدة للبناء، يعني في ظل التقارب الشمالي والجنوبي، والآن أيضا في ظل هذا التوافق الشمالي الجنوبي لأجل هدف واحد يدخل الإخوان المسلمون في هذه المرحلة لسبب بسيط جدا، أن الإخوان المسلمين تنظيمهم قائم على الفتنة.
وعلى تناقضات أي مجتمع بتواجده فيه. يعني مش من مصلحة الإخوان المسلمين أن يكون هناك في مجتمع متكامل، حتى لو هذا المجتمع فيه تعارضات وهذا إشي طبيعي واختلافات وهذا إشي طبيعي، لكن هم ما بوصلوا يعني هم ما بيقبلوا بالاختلاف وبالتعارض، هم بوصلوا للخلاف الحاد، التناقض الحاد، لتفسيخ المجتمع. هلا نسيج المجتمع إذا تفسخ بكون الحاضنة واللجوء لمين؟ لحاضنة الإخوان على أنهم هم الأمل والمخرج والحل. هي حركة الإخوان. إذا هذا السلوك مستمر من ناحية فكرية من تأسيسهم إلى اليوم، من التأسيس لليوم، هذا سلوكهم وهذا ديدنهم. صحيح. اسمح لي أستاذ سليم أن أعود لعدن الأستاذ يعقوب. أستاذ يعقوب، أنت أكثر من يتابع ربما في عدن الحملات، هذه الحملات الإعلامية الإخوانية، تارة عبر بلقيس، تارة عبر المهرية، وتارة عبر يمن شباب، وعدد كبير من القنوات. لكن الغريب في الأمر أنهم أيضا يعزفون على وتر أن بعض القيادات الجنوبية باعت القضية وخانت الجنوب وما إلى ذلك من هذه المصطلحات. وبالتالي نسأل، هل بات الإخوان المسلمون حزب الإصلاح اليوم مع الجنوبيين في قضيتهم أو في تقرير مصيرهم أو في استعارة دولتهم؟ في الحقيقة لطالما كانت قضية شعب الجنوب ورقة ضغط أو ورقة سياسية بالنسبة لحزب الإصلاح حتى ما قبل 2015 وما قبل 2011 مع خلافاتهم مع النظام السابق. نعم. يعني كلما كان الخلاف السياسي بين حزب الإصلاح مثلا وحزب المؤتمر كان الإصلاح يعلنوا يعني عن مواقف داعمة للحراك الجنوبي والقوى التحرير الجنوبية ويقولوا أن القضية الجنوبية مظلومية وأنها قضية حية وقضية عادلة. طبعا كلها مواقف لا تعبر حقيقة عن موقف الحزب من القضية شعب الجنوب. والآن كلنا شاهدنا يعني عندما أدى عضو المجلس الرئاسي اللي هو عيدروس الزبيدي القسم الدستوري ولم يذكر مفردة الوحدة اليمنية وكذلك النظام الجمهوري، هاجمت هذه القنوات التي ذكرتها وهاجم خطاب الإصلاح الإعلامي الزبيدي ووصفه بالانفصالي المتشدد وقال إنه يعني يسعى لتقويض التوافق والتوائم بين قيادة المجلس الرئاسي. ثم بعد أن أدركوا أن هذا الخطاب لم يؤثر لأن الزبيدي حظى باحترام الجميع الأصدقاء والخصوم عندما قام بهذه الخطوة، لجأوا إلى أسلوب آخر وهو التشكيك بالقيادة الجنوبية بقيادة المجلس الانتقالي بشكل أساسي على أنها باعت قضية الجنوب وتستثمر قضية الجنوب استثمارا سياسيا وأنها اليوم قبلت بالشراكة مع قوى الوحدة ولا غير ذلك من الأمور، مع أنهم هم الذين يطالبون منذ البداية بأن تلعب هذه القوى الجنوبية دورا في صف الشرعية وكانوا يقولوا أنها متمردة عن الشرعية. فلما أصبحت اليوم جزء من المعركة وجزء من الشرعية اليمنية ضد الحوثيين انقلبوا على ما كانوا يقولوا في السابق، واليوم يتهمون هذه القوى بأنها خانت قضية الجنوب. لم يسجل الإصلاح أو الإخوان المسلمين بشكل عام أي موقف مشرف طوال تاريخهم تجاه قضية شعب الجنوب. عاد يعني بقية القوى ممكن نحصل لها مواقف مشرفة سابقة من تصريحات قادة وغير ذلك، الإصلاح لم يسجل موقف مشرف واحد، كل مواقفه كانت عبارة عن ابتزاز واستغلال لهذه القضية. اليوم هم يتهمون القيادة الجنوبية، اتهموها في السابق قبل تشكيل المجلس الرئاسي بأنها عميلة، واليوم يتهمونها بأنها تبيع هذه القضية. وكل هذه المواقف وكل هذه التصريحات وكل هذا الخطاب والضخ الإعلامي فقط يعني نكاية بهذه القيادة التي قدمت تنازل اليوم عندما قبلت توحيد الصف وعندما أدركت أن المعركة الحقيقية التي تجمع الجميع هي ضد الحوثيين، الكيان أو الجماعة المدعومة من إيران التي لا تفرق بين جنوب وشمال ولا تفرق بين مكونات جنوبية ومكونات شمالية. عندما أدركت القوى الجنوبية يعني وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الحقيقة وقبلت بالشراكة وأن تصبح جزء من هذا الكيان الشرعي الجديد أو القيادة الشرعية الجديدة، لجأ الإصلاح إلى اللعب على وتر قضية شعب الجنوب التي هي قضية لا يقبل الجنوبيين أبدا بالمساس بها، وقدموا يعني قوافل من الشهداء والجرحى. فهم اليوم كما أسلفت يحاولون التشكيك بهذه القيادة مع أن مواقفهم السابقة كانت تنتقد هذه القيادة أو تخونها لأنها لم تلعب دورا في الصف الشرعي اليمني. واليوم عندما أصبحوا في هذا في المجلس الرئاسي وعندما وحدوا واستقبلوا الجميع في عدن وأبدوا استعدادهم لتصحيح مسار الحرب باتجاه صنعاء،
لجأ حزب الإصلاح وإعلامه إلى التشكيك والتخويم بالقيادة الجنوبية، وكما أسلفت لم يعد خطاب الإصلاح مؤثرا على الشارع اليمني بشكل عام وبشكل أساسي الشارع الجنوبي. الشارع الجنوبي يثق بقيادته صحيح. ويعرف أن هذه القيادة تمشي به إلى بر الأمان، ويعني تتعامل مع القوى الوطنية الحية سواء في شمال اليمن أو حتى القوى الأخرى يعني بشكل عام في الجنوب أو الشمال. اليوم المجلس الرئاسي يجمع القوى الوطنية، والمعركة هي باتجاه صنعاء والمعركة ضد الحوثيين. ما بعد هذه المعركة وما بعد إرغام الحوثيين على القبول بالواقع ويعني استيعاب بقية القوى الشمالية سيكون لقضية الجنوب إطار تفاوضي خاص كما يعني نص البيان الختامي لمشاورات الرياض، وستحال هذه القضية بشكل عادل وبالشكل الذي يرتضيه الجنوبيون. صحيح أستاذ يعقوب، لكن فيما يخص يعني عمل وأداء المجلس القيادة الرئاسي خلال 100 يوم، يعني البعض يقول أنه لم يتقدم خطوة إلى الأمام، والبعض يعزي هذا هذا يعني التراجع في الأداء إلى أنه حزب الإصلاح ما زال يعمل بكل جهده لزرع العقبات أمام هذا المجلس. إذا ما تحدثنا عن دور رعاة المشاورة الرياض التي انبثق عنها مجلس القيادة الرئاسي، يعني كيف تفسر صمتهم أمام هذه الآلة الإعلامية اليوم؟ مهاجمة السعودية تارة، ومهاجمة الإمارات تارة، ومهاجمة يعني القيادات في 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 المجلس تارة أخرى، كيف تفسر هذا الصمت؟ بالفعل كما أسلفت لك الإصلاح يدعي أن هذه القنوات مثلا وهذه الأدرع الإعلامية، وطبعا معروف أنها تابعة له ومدعومة من الحزب، لكنه في أحيان كثيرة وخصوصا القيادة العليا لحزب الإصلاح الموجودة في الرياض تدعي بأن هذه القنوات وهذه الوسائل الإعلامية لا تتبع الحزب بشكل رسمي. طبعا لا أحد قادر على إثبات رسميا أنها تتبع الحزب، ولكن هي مدعومة ويديرها أعضاء في الحزب، وهم يستغلوا هذه الزاوية بأن هذا الإعلام لا يعبر عن مواقف الحزب، وما يعبر عن مواقف الحزب هي البيانات الرسمية وخطابات قيادة الحزب التي هي بطبيعة الحال تدعو إلى التوافق ولا غير ذلك من الأمور. يعني هم يمارسوا التقية السياسية والتقية الإعلامية بأبهى وأنصع صورها. لكن أنا أعتقد أن على السعودية بشكل أساسي أو الرياض طبعا الضغط على الإخوان، الضغط على حزب الإصلاح، لأن حزب الإصلاح اليوم هو قوة سياسية وحزبية جزء من القيادة الشرعية اليمنية، هم حاضرين في المجلس الرئاسي وحاضرين في خارج المجلس الرئاسي وهيئات المجلس الرئاسي. تمام. عندما يلعب الإصلاح دورا معطلا وهو جزء من هذه الشرعية فهذا أمر مؤسف ويهدد أصلا، يهدد المجلس الرئاسي ويهدد التوافق. المعذرة على المقاطعة في نص دقيقة، لكن عندما كسؤال أخير، بالفعل هذه القنوات ليست يعني تعمل بشكل رسمي في إطار حزب الإصلاح، لكن من يقود هذه الحملات هم إعلاميون يعني موظفون في إطار وزارة الإعلام اليمنية، وهم من يقودون هذه الحملات. بالفعل بالفعل وجود الإصلاح ونفوذ الإصلاح لا زال موجود، يعني احنا تحدثنا عن إزاحة هذا النفوذ من الهرم الأعلى للقيادة الشرعية اليمنية، لكن هذا النفوذ لا زال موجود على قطاعات كثيرة في الدولة سواء القطاع العسكري الجيش الوطني مثلا أو وزارة الإعلام أو غيرها من قطاعات الدولة. بشكل أساسي وزارة الإعلام لا زالت خاضعة نوعا ما لسيطرة حزب الإصلاح، ولهذا فهم اليوم يستغلون الإعلام الرسمي الحكومي في مهاجمة المجلس الرئاسي. أنا أعتقد أن المجلس الرئاسي عليه أن يزيح هذا النفوذ كما أزاحه من يعني من كما أزاح النائب العام المقرب من الإصلاح، وكما أزاح مدير أمن وادي حضرموت المنتمي أو المقرب من الحزب، على المجلس الرئاسي تصحيح وضع الإعلام الحكومي الرسمي. أنا أعرف أنه منشغل اليوم بأمور أكبر ربما وبتقليم أظافر الإصلاح في أماكن أهم وأكبر، لكن عليه اليوم أن يقوم بتصحيح أوضاع هذه الوزارات وغيرها، والأهم من ذلك تصحيح أوضاع نفوذ الإصلاح على الجيش، لأن هذه المواقف أو هذا الخطاب الإعلامي إذا لم يكن مراوغة سياسية ويعبر عن موقف حقيقي للإصلاح فهو صحيح. يعبر عن أستاذ يعقوب المعذرة على المقاطعة، خطورة قادمة إذا ما حول هذا الإصلاح، إذا ما حول الإصلاح المعذرة على المقاطعة. بالفعل أنت وضعت نقاط على الحروف فيما يخص أنه لابد من إصلاحات إعلامية، لأنه الإعلام هو الأساس اليوم، يعني ربما هي الحرب الإعلامية أقوى من كل الحروب. كان بدنا تكون معنا وقت أطول لكن الوقت انتهى. الأستاذ يعقوب السفياني صحفي وباحث نعم سياسي، نعم هو من كنت معنا من عدن. نعم. المعذرة على المقاطعة، فقط الوقت انتهى. كسؤال أخير في دقيقة، يعني هل ترى أنه هذا الكلام الذي ذكره الأستاذ يعقوب التصحيح في إطار وزارة الإعلام يمكن أن يجدي نفعا في المرحلة القادمة؟ بالتأكيد لا،
بالتأكيد لا، وأنا ما بعتقد لا المجلس الرئاسي ولا مكونات مجلس الرئاسي عندهم القدرة يواجهوا الإخوان المسلمين. والسؤال القادم، في حال أصبح هناك توافقات دولية ما بين الأمريكان والروس أو القوى الإقليمية، ما موقفه من اليمن، من المشكلة اليمنية؟ راح نتفاجأ أنه يكون في فعلا يمنيين، لكن يمنيين على طريقة التوافقات الدولية. يعني يمن بالشمال دولة في الشمال حسب تعطى للحوثيين، ويمن للجنوب خليط من القوى السياسية. هذا سؤال في حال وجود توافقات، وهذا من المحتمل أنه يكون في توافقات، وفي نهاية الأمر راح يكون في توافقات. يعني رغم كل هاي الترغيبات راح يكون في توافقات. موقف القوى الفاعل والتنوري في الجنوب من هاي التوافقات او من التوقعات من هاي التوافقات، ومصر ايضا القضيه الجنوبيه من هذه التوافقات بالضبط. لا، تقديري انه ما في مشكله في انه بوضوح يعني انه في يكون دوله في الجنوب، لكن ما طبيعه هاي الدوله، ومن يحكم هذه الدوله، ما ماهيه هاي الدوله، وما موقف هذه التوافقات الدوليه بوجوب قبول وجود الاخوان في هذا الجنوب؟ لان واضح في الشمال راح يكون وجودهم ضعيف امام الحوثيين باقي القوى، لانه لاسباب تاريخيه صحيح. ولهذا هم يعني يثبتون اقدامهم في الجنوب. اكبر دليل تحضيرا لهذه المرحله، خطوه استباقيه من الاخوان مش اغبياء، خطوه استباقيه من الاخوان انه هم عندهم قناعه انه هناك توافقات دوليه، فبالتالي راح لازم يكونوا موجودين على الارض بشكل او باخر، وتواجد قوي في الجنوب اللبناني، في الجنوب عفوا، في الجنوب اليمن. صحيح، وهذا الذي لا يمكن ان يقبله الجنوبيون اليوم. ربما هم اليوم في تحالفات مرحليه في إطار مشروع عربي، لكن لن يقبلوا أن تكون الجنوب يعني موطن آخر للإخوان أو ملاذ يعني آخر. في حال أنه في كل الدول العربية اليوم، في تونس سقط، في مصر سقط. هي المعضلة الحقيقية، آسف للغلط، هي المعضلة الحقيقية أمام الإخوان في اليمن الجنوبي أنه شعبيتهم ضعيفة. صحيح، هاي المعضلة الحقيقية، وهذه نقطة الارتكاز القوية للمجلس الانتقالي والقوى الجنوبية. في الختام أشكرك جزيل الشكر أستاذ سليم النجار، صحفي وكاتب سياسي، كما أشكر ضيوفي كان معنا من القاهرة الأستاذ عبد الستار الشمري، صحفي وكاتب سياسي، ومن عدن كان معنا الأستاذ يعقوب السفياني، صحفي وباحث سياسي. كما أشكركم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد، إلى ذلك من الحين تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.